اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد كان إخوان القردة والخنازير يقولون في عام 67 في بيت المقدس عند المسجد الأقصى وما سموه بحائط المبكى: يا لا ثارات خيبر. أين خيبر؟ يقولون: يا لا ثارات خيبر. ويقولون في نشيد حركة كاخ كما هو معروف: موسى مات خلف زلمات، أي رجالا، محمد مات خلف بنات. أكذلك هو؟ ذلك هو أمة محمد، أمة محمد. أكذلك نبيكم؟ أكذلك نبيكم خلف بنات؟ أين الرجال؟ يرأبون صدع الأمة ويواسونها في مرضها الذي حل بها من تفرخها وتشرذمها. فلنعد إلى كتاب الله وسنة رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.